غواصة نووية روسية وأربع سفن حربية تصل إلى ميناء هافانا بكوبا وسترسو لخمسة أيام في البلاد. وزارة القوات المسلحة الكوبية قالت إن الترسانة الروسية لا تحمل أسلحة نووية وتوقفها في البلاد لا يمثل تهديداً للمنطقة. الترسانة الروسية وصلت كوبا قبل مناورات عسكرية مزمعة في منطقة البحر الكاريبي، وفي الطريق إلى كوبا أجرت السفن تدريبات على استخدام أسلحة الصواريخ الدقيقة في المحيط الأطلسي على طول الطريق. واشنطن قالت إنها تراقب الوضع عن كثب، لكنها لم تعتبر ذلك تهديداً لأمنها القومي، إلا أنها أرسلت سفناً حربية وطائرة بوينغ B-8 صائدة الغواصات لسواحلها الجنوبية. تقارير قالت إن روسيا حليف قديم لفنزويلا وكوبا، وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها روسيا سفنها الحربية إلى منطقة البحر الكاريبي، لكن هذه المهمة جاءت بعد تحذير بوتين من أن موسكو قد ترد على قرار السماح لكييف باستخدام أسلحتها لضرب أهداف في روسيا.